المنتخب كان شوية اليوم عنده مشاكل في الرطوبة، فهمتيني، مشاكل عنده في التنفس والحرارة، وما كاين ممكن العياء. وتا الكونغو تبارك الله عندهم فرقة واعرة، هذا هو المشكل اللي كان. إذا كانت الفرقة شوية اليوم ما كانوش في نهارهم، اليوم كان عندهم باين، كانوا عندهم اللعابة كانوا ناقصين شوية، أكثرية اللعابة كانوا ناقصين. واش الفيزيك، واش فهمتيني؟ ولا راه إحساس أي مغربي، هذاك إحساس شعور لا يطاق، راه أي مغربي ما يحمس البيلانتي. كان تخوف علينا، حنا كنا بغينا نربح، ما كرهناش ثلاثة النقاط باش ندوزوا إن شاء الله فافوري، ولكن ماشي مشكل، ان شاء الله نعوضوها في الماتش الجاي. تماركنا علينا البيترا، يعني راه صافي حسره، هذه كل شيء كانت الحسره، وكان بامكانهم يزيدونا، ربي يحفظه صافي. الحمد لله على هذه النتيجه، كيف ما كان الحال الدراري المهم راه تقاتلوا، ولكن الجو العامل، الجو هو اللي صعيب، هذا هو اللي الجو العامل. الجو التمر عاوتاني عليهم، الجو التمر بجو، هما مولفين، راه الكونغو كي ديفوار راه كلهم قراب، هذا هو العامل، راه حنا الدراري كلهم في اوروبا. وشكرا. المنتخب المغربي يعني شفنا ان الاداء ديالو تغير اليوم، لانه عامل الطقس لعب ضدنا للاسف، بحكم انهم لعبوا يعني في الثانيه او الثالثه زوالا، فبالتالي هذا الشيء ما ساهمش انه الاداء ديال اللاعبين يكون في مستوى المطلوب كما كان سابقا. نتمنوا ان هذا الشيء ما يكونش حتى في المقابله الجايه، خصوصا انها غتكون في المساء، فبالتالي ما غيكونش هذا العذر مازال. كانوا بعض الهفوات من ضمنهم لفوه يعني اللي تسبب فيها اللاعب شيبي، وكنتمنوا انه يعني التركيز يزيد شويه، ونحاولوا اننا نبقاو في نفس المستوى، لانه نتائج ما بقاش كيرضينا نهائيا التعادل، كترضينا دائما الفوز، والفوز باهداف وبحصه يعني مهمه. وان شاء الله الكاس يعني السمراء من نصيب المغرب. قابل كما تعرف الجميع ان كونغو الديمقراطيه راه فريق قوي، خاصو يعرفوه المغاربه. حتى السي وليد الكركي راه متمكن من هذه المساله هذه، عارف ان كونغو الديمقراطيه راه تطمع في الكاس، وهذه المباراه هذه راه تعطيهم درس، خصهم يعرفوه باش الماتشات الاخرى يلعبوا بحذر، ينساو كاس العالم اللي لعبوه. كاس افريقيا راه ماشي هي كاس العالم، الاجواء ماشي هي الاجواء، الطقس بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للمباراه، المباراه قويه جدا. كونغو الديمقراطيه كونغو متكامل، فريق قوي جدا. انا تنتفرج في الماتش وعارف بان كونغو الديمقراطيه راه فريق قوي، ما ساهلش باش ننتصر عليه. والمغرب راه كان في المتناول بريمير ميطا، وجود ثلاثه الاهداف اللي ضيعوهم، خصوصا النصيري راه عطاو الثمن ديالهم، عطاو الثمن ديالهم في الدوزيام ميطا. المقابله الثانيه عطاو الثمن، حتى الشونجمون اللي دار وليد الكركي بالنسبه للاعب الخنوس، لاعب الخنوس انا ما تنظن بان المباراه اليوم الثانيه بان ناقص، الدوزيام ميطا ناقص بزاف، اللاعب الخنوس ناقص بزاف. انا كنصيحه بالنسبة للمقابلة الجاية، إن شاء الله بحول المغرب غيمشي بعيد، وأنا ما تنظن يمكن غيوقع لينا كما وقع لنا في كأس العالم، كنا تلاقينا مع كرواتيا، لربما غادي نتلاقاو عاوتاني مع الكونغو الديمقراطية. الكونغو الديمقراطية متأكد بأنها غتبقى تشطب في ورق أخرى، هذه ما يحيدهاش لك الشك، هذه بدون نقاش. الكونغو الديمقراطية فريق قوي، نتمناو المقابلات إن شاء الله الجاية المغرب يلعب بواحد الحنكة، واحد الصبر، وحاول ما يمكن يكون لي كاسور يكون في المستوى، وان شاء الله راه غيكون غير الفوز. مزيان نصيري كناقص هذا الماتش هذا، شحال من بيت ضيعوه، وناه حيت هو مصباح هو كيطيح لينا. بونو اللي لعب مزيان يكون واقع ان شاء الله واش المباراة، هذا ما كان ان شاء الله نعاودوها في الماتش الجاي. بقيت كنعطيو بيلانتي، كان واقع لي ضيع، على ما كنتش عارف انا كنضيع، حيت كان اللعاب ديالو كان مسريسي وداك الشيء. واش ضيع؟ فاش حسيتي ديك الساعه؟ فرحه باش ما كان البيت، قلنا غنزيدو واقيله، ولكن والو هاد الساعه ما كاينش. اش بالك زعما؟ الصاد لاعبين ضاج عندهم مع 12 ومايا، ناقص الاداء المباراه. ما تنساش ان تا اخرى عليهم الصاد. وكانوا مولفين ومايا الصاد ديالهم. الشمس اخويا والرطوبه وما عندهم ما يدير، لعبوا هاد الشيء اللي قدروا عليه راه لعبوه عليه وصلعنا. مزيان اربعه ولا مزيانه الشيء اللي بغينا. اخويا بحال مغربي عادي. جات الصدمه، ما بغيناش، بغينا نربحوا ان شاء الله ومزيانه. اللهم مزيانه بحال اربعه البوانت، ما مزيانه اللهم اربعه البوانت ولا بلاش، فهمتي؟
راه هادشي اللي عاد. لا انا دايره فيد الله وعارف المنتخب ديال المنتخب الفوق الفوق.